عنتريات العم وبهلوانيات الصهر. لم يستقل الجنرال ميشيل عون ولن يستقيل من لعب دور البطل الدون كيشوتي وإدهاش مشاهديه من التياريين صغارا وكبارا ولو بلغ من العمر أرذله. عنتريات وأوهام بلغت أوجها في آخر ثمانينات القرن الماضي، ذاك الزمن سجل الجنرال ملاحم وبطولات على خصومه المحليين والإقليميين، كسر رأس حافظ الأسد وخلخل المسمار وانتشق سكين مطبخ دفاعا عن الوطن. آخر مشهد بطولي الجنرال ميشيل عون بثياب فرسان القرن الثامن عشر شاهرا سيفه البتار، وعلى بعد 75 مترا وقف الجنرال جوزيف عون بكامل عتاده العسكري خلف قائد الجيش الحالي. ظهرت دبابات وانتشر لواء مشاة. سمع القائد الحالي ما يشبه الحشرجة: على جسدي ما بيتمدد لك، واجهني إن استطعت، ولكم أن تتخيلوا تتمة المشهد. على جسدي ما بيتمدد لجوزيف عون، كلام مخيف متى صدر عن بطل صنديد ومقدام وعن مقاتل أسطوري، أما أن يصدر عن ميشيل عون فذلك يدعو إلى الشفقة. اختبر اللبنانيون شجاعة عون في حروب ظل فيها في الصفوف الخلفية منذ أن كان قائدا للواء الثامن. اختبروه في الحروب إلى السفارة الفرنسية وقد قاست ملالة أحد معاونيه الطريق مرارا استعدادا للفرار بجلده. اختبروه في التحرير، اختبروه في التصدي للدويلة بعد عودته المظفرة إلى بيروت في العام 2005 بدور شارل ديغول. لو لعب العم كما يجب وعلى الأصول دور البطل وقال لضابط الجيش السوري الغازي على مدخل قصر بعبدة في 13 من تشرين الأول عام 1990: على جسدي ما بتمرقه، لحول استشهاد مدلج على البوابة حقيقة، ولكان اليوم تمثاله مزارا إلى جانب تمثال فخر الدين. لا بطولات الجنرال الثمانيني تغني ولا بهلوانيات الصهر تسمن. يعتبر رئيس التيار الأورانجي في قرارة نفسه أن رئاسة الجمهورية آلت إلى عون بعدما سرقت منه لسنوات، وستؤول إليه بصفته الماروني الأقوى الموافق على خيارات الحرس الثوري فرع لبنان. لنعد 9 أعوام إلى الوراء، بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل سليمان خطب الصهر رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام في إحدى جلسات مجلس الوزراء بما معناه: نحن هنا نمثل رئيس الجمهورية. وعقب انتهاء ولاية العم اعتبر جبران نفسه وصيا على العرش وتتمة للعهد البائد، وبالتالي فله الكلمة الفصل في موضوع قيادة الجيش كموقع ماروني. من هنا تفهم معارضته الشرسة للتمديد المخالف للدستور. أما تعيين قائد جديد للجيش اليوم أو تكليف الضابط الأعلى رتبة، صادف أنه عوني الهوى، مهم القائد فذلك من صلب الدستور. سألت نائبا عونيا يعرف ميشيل عون وصهره حلة ونسبا عن رأيه بطروحات باسيل بالنسبة إلى قيادة الجيش، أجاب: هناك حلان لا ثالث لهما، أولهما تعيين رئيس للأركان يقترحه وزير الدفاع، وثانيهما تأخير تسريح قائد الجيش. أما ما يطرحه باسيل فهو مجرد بهلوانيات. أخطأ النائب السابق بالتوصيف، كان يقصد سعد نهت.